معاكم. لعب عبد الله النوبي ضربه حره اتلعبت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جول 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 جول. احمد رضا، احمد رضا يجعل المقدمه حمراء بدون طاقم لعب فريق نادي المانيا في هذا اللقاء القادم من المناطق الخلفيه، القادم من مناطق الدفاع من اقصى اليسار، يطلع عشان يعمل واجبه الدفاعي بعد عرضيه. ايه حلاوه، ايه وجمال، ايه من محمد عبد القادر. طلع رضا ارتقاء مع راسيه مع قوه مع توجيه، الرقابه غير موجوده، الملاحظه غير موجوده، والكوره تحتضن الشباك. والهدف الاول، الهدف الاول لفريق نادي المنيا اللي كنت لسه بقول لغه الارقام والتاريخ بتصب في مصلحته. اخ بينيه، استخلاص، تعديل، فين التصويب؟ سمير فكري، سمير تولت منه، هيلحق ولا مش هيلحق؟ لحق، عرضية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على ده، جول. ايه الخطفة دي؟ ايه القطعة على القايم القريب ده؟ جميلة 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 جميلة، عرضية بمجهود فردي كبير 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 من ابرز اللاعبين سمير فكري. لكن عبد الله النوبي، عبد الله النوبي قطع على القايم القريب قطعة. حلاوة ايه؟ جمال ايه؟ تحرك قطري هايل 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 من النوبي، يا دوبك كده بينكش الكوره داخل الشباك، يعلن عن هدف التعادل، هدف الكامباك لفريق تليفونات بني سويف. بص بص الولد على طول مجهود كبير، لكن بص القطعه، بص القطعه، بص الخطفه بمهاره هداف كبير، يخطف الكوره الى داخل الشباك المنيويه ويعلن عن الكامباك لاصحاب الارض، عن هدف العوده من بعيد، عن التعادل الايجابي بهدف لكل فريق. لكن سمير فكري ده ابرز اللاعبين، محدش عارف يوقفه سمير دوت، لعيب مميز تماما، لاعب وسط الهجوم. والفرحه والسعاده من جانب الجهاز الفني لتليفونات بني سويف، وضربه ركنيه على القايم البعيد، راسيه، جول 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 جول. جميله 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 جميله، كل واقف يتفرج على الكوره، الكل وقف يتابع الرأسية وهي تمر إلى داخل الشباك عشان يكون هدف التقدم، الهدف الثاني لفريق نادي ألمانيا. بص اتلعبت ازاي، اتلعبت على مرتين، عرضية من مصطفى علي، ارتقاء مع رأسية مسقطة تصطدم في العرضة وتمر إلى داخل الشباك لتعلن عن التقدم الثاني، التقدم الثاني. وصاحب التقدم لاعب قلب دفاع، اللاعب هادي أنور.